صباح الخير تلاميذ الصف الخامس. درسنا لهذا اليوم ما يخص الجملة الاسمية. أخذنا في الدرس السابق الجملة الفعلية. قلنا أن الجملة في اللغة العربية تقسم إلى قسمين، جملة فعلية وجملة اسمية. تعلمنا في الدروس السابقة الجملة الفعلية. قاعدة الجملة الفعلية هو الفعل والفاعل والمفعول به. تعلمنا أن الفعل له ثلاثة أزمنة: فعل ماضي ومضارع وأمر، وكذلك يأتي بعد الفعل فاعل وهو من يقوم بالفعل ويكون اسم مرفوع بالضمة، وتعلمنا كيف يعرب. وكذلك المفعول به يأتي بعد الفاعل وهو من يوقع عليه فعل الفاعل ويكون دائما منصوب، اسم منصوب. الآن درسي يخص الجملة الاسمية. قاعدة الجملة الاسمية: الجملة الاسمية تتكون من عنصران أساسيان هما المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر اسمان أساسيان، عنصرين أساسيين في الجملة الإسمية. إذن الجملة إذا ابتدأت باسم من دون نقاش أقول إنه هذا الاسم مبتدأ، تمام؟ المبتدأ والخبر إخوان توم، يعني دائما سوى، ما أقدر أفرق بيناتهم ولا أخلي واحد والثاني ما موجود. لازم المبتدأ يأتي بعده الخبر، والخبر يحتاج إلى مبتدأ حتى يكونوا لي جملة مفيدة. إذن الجملة الإسمية تتكون من عنصرين أساسيين قلنا هما المبتدأ والخبر، تمام؟ هذا العنصرين الأساسيين المبتدأ والخبر. مبتدأ والخبر يتشابهون، اثنيناتهم أسماء واثنيناتهم مرفوعان، يعني علامات الرفع عليهم. المبتدأ اسم مرفوع يقع في أول الجملة. ليش اسمه مبتدأ؟ لأنه يبتدئ به الكلام، يقع في أول الجملة. واسم مرفوع، نلاحظ هذه النقطة، اسم مرفوع يعني عليه حركة الرفع، ويحتاج إلى خبر، تمام؟ يعني ما أقدر أجيب بس المبتدأ، لازم أحتاج إلى خبر. مثال عندي: الحق واضح، تمام؟ الحق واضح جملة اسمية ابتدأت باسم، شو أقول عليه هذا الاسم؟ أول ما أنطقه هو جملة اسمية، إذن هذا الاسم مبتدأ، تمام؟ الحق مبتدأ. المبتدأ ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى خبر. إذن واضح خبر، كيف عرفت؟ لأنهم أسماء والأسماء مرفوعان. لاحظوا هذه العلامة، هذا ضمة وهذا تنوين ضم، يعني علامة رفع. الخبر تعرفنا على المبتدأ، هسه الخبر. الخبر اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة، يعني ما يقدر يجي الخبر وحده، لازم يحتاج إلى مبتدأ حتى يكونون جملة مفيدة. وأيضا اسم مرفوع مثل المبتدأ يتشابهون. مثال عندي: الصادق محبوب. الصادق مبتدأ لأنه ابتدأت به الجملة واسم مرفوع، إذن هو مبتدأ. ماذا يحتاج المبتدأ؟ إلى خبر. وخبر هو محبوب، هو خبر. كيف عرفت انه خبر؟ جاء بعد المبتدأ وعليه علامة الرفع. اذا المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان. تكون حركة اخر المبتدأ والخبر، تكون حركة اخر المبتدأ والخبر الضمة، شفناها هسه بالامثلة، اثنينات عليهن علامة الضمة، تمام؟ ويكون حالتهم الإعرابية الرفع، يعني اثنيناتهم المبتدأ والخبر دائما في حالة الرفع. مثال عندي: الصدق أمانة. الصدق أمانة اسمان مرفوعان، إذن الجملة شنو؟ اسمية. بماذا ابتدأت؟ بمبتدأ، والمبتدأ ما هو؟ اسم مرفوع. إذن الصدق مبتدأ، هذه علامته اللي هي الرفع، هذه الضمة، لما تشوفوها علامة الضمة. مبتدأ ماذا يحتاج؟ إلى خبر، والخبر يشمل مبتدأ، اثنيناتهم أسماء واثنيناتهم علامتهم الرفع. الأرض مستديرة أيضا مبتدأ وخبر. النظافة واجبة أيضا مبتدأ وخبر، تمام؟ لاحظنا اثنيناتهم مرفوعان بالضمة. نجي هسه من الناحية الإعرابية، كل موضوع بالقواعد لازم أدرسه من الناحية الإعرابية. أنا عرفت أستخرج المبتدأ والخبر، الآن أعرب المبتدأ والخبر. كيف يعرب المبتدأ والخبر؟ يعرب المبتدأ والخبر كالآتي: مثل ما حفظت الفعل الماضي شلون ينعرب، يعني الجملة مالته الأساسية مال الإعراب حفظته. فعل المضارع، الأمر، فاعل، مفعول به، كلها ثابتة. هسه عندي المبتدأ والخبر أيضا، أي جملة بدت باسم أعربها نفس الشكل، هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثابت. أي جملة اسمية بدأت باسم
هذا الاسم موقع مبتدأ يعرب بالطريقة الآتية: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تمام؟ والخبر يأتي بعد المبتدأ الخبر. أيضا إعراب الخبر هو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طلاب، من أحاوط لكم الكلام اللي أنا كاتبته بمربع، يعني لازم ينحفظ نصا، ما بي لا زيادة ولا نقصان، لازم نصا أحفظ هذه العبارة اللي هي عبارة إعراب المبتدأ وعبارة إعراب الخبر. نجي على العلم نور. جملة اسمية ابتدأت باسم واحتاجت إلى اسم آخر حتى تتمم الجملة. العلم، العلم اسم. إذا بدأت الجملة باسم، شنو شنو موقعها من الجملة؟ مبتدأ. عافية، شلون أعرب المبتدأ؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه هيات العلامة مال مبتدأ، ها هيات، أخاف ما أشوف، ضمة على الميم، ضمة، تمام؟ ماذا يأتي بعد المبتدأ؟ خبر، أحسنتم. إذا نور خبر، كيف أعرب الخبر؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هاي علامة الرفع الضمة، نفسه نفس المثال الآخر، الأسد شجاع. أريد منكم تعربوها، شلون أعرب الأسد شجاع؟ من العبارات اللي حفظتها بالإعراب. لهنا أنا خلصت المبتدأ والخبر، عرفت إنه المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان وشلون أعربهم. لازم أنا أحل التمارين حتى أعرف أنا افتهمت ولا لا. خلينا نتمرس على التمارين نشوف. التدريب الأول: اجعل كل كلمة من السطر الأول مبتدأ، واختر لها خبرا مناسبا من السطر الثاني، واضبط أواخر الكلمات بالشكل. منطيني سطرين كل أسماء، لكن يريد من السطر الأول، هذا السطر الأول بالبداية مبتدأ، أختار له خبر مناسب من السطر الثاني. شنو قصده بأضبط الكلمة أواخر الكلمة بالشكل؟ يعني أخلي العلامة المناسبة، علامة المبتدأ والخبر الضمة، لازم أراعي إنه أنا أخلي الضمة. العلم، العلم شو أختار لها من الكلمات اللي بالسطر الثاني؟ نور، صارت العلم نور، تمام؟ راعيت الحركة الأخيرية. السماء، السماء اختارت لها صافية، دلاحظ الحركات الأخيرة. الثمار، ناضجة اختارت لها ناضجة. الجهل، ظلام، ظلام. العراق، حر، اختارت مبتدأ من السطر الأول وخبر من السطر الثاني، وراعيت حركة أواخر الكلمة. مبتدأ والخبر مرفوعان بالضمة، أسمان مرفوعان بالضمة. نجي على التدريب الثاني: اجعل كل كلمة من الكلمات التالية خبرا في جملة مفيدة، واضبط أواخر الكلمات بالشكل. منطيني خبر، يريدني أبحث له على مبتدأ حتى تكون لي جملة مفيدة، ولازم أراعي حركة آخره. منطيني عزيز، عزيز يريد أخلي قبلها مبتدأ، عزيز خبر يريد أخلي مبتدأ، شو اختارت له؟ الوطن عزيز. إذا الوطن عزيز مبتدأ وخبر، اختاريت مبتدأ الوطن وهو منطيني الخبر عزيز، صارت جملة مفيدة، الوطن عزيز. مخلصات، الصديقات مخلصات، تلاحظون حركة الأخير، الصديقات مخلصات. مسرعة، السيارة مسرعة، كل ده أختار لها مبتدأ مناسب حتى تكون لي جملة مفيدة وأراعي حركة الأخير. مهذبات، التلميذات مهذبات، تمام. محترم، المعلم محترم. هنا أنا عندي مطيني خبر، اختاريت له مبتدأ حتى يصير جملة مفيدة، وبنفس الوقت راعيت حركة الأخير. تدريب اللي بعده: التدريب اللي بعده رقم 3: ضع خبرا مناسبا للأسماء التالية وأضبط أواخر الكلمات بالشكل، عكس التدريب الثاني. هو منطيني هسه مبتدأ، يريدني أبحث عن خبر مناسب للكلمة حتى تصير لي جملة مفيدة وأضبط الأواخر بالشكل. كلمة الوطن، الوطن ما هي الكلمة المناسبة حتى تصير لي خبر؟
للوطن، الوطن جميل. أحسنتم، الوطن جميل. راعيت حركة آخره. المدارس، المدارس نظيفة. أحسنتم. الحرية، الحرية جميلة. الجيش، الجيش باسل. تلاحظون كل هذني مبتدأ، هو موجودات، بس أنا دختار لهم خبر مناسب وأراعي حركة الأخير. العلم، العلم نور. التلميذ، التلميذ نشيط. هذا هو التدريب الثالث، تدريب جدا بسيط. اختاريت آني خبر للمبتدأ وراعيت حركة آخره. تدريب رقم 4، عين المبتدأ والخبر في الجمل الآتية. هذا يخص لي القسم الأول من المبتدأ والخبر. أول ما تعلمنا المبتدأ والخبر شلون نستخرجه من الجملة، احنا قلنا المبتدأ يبدي به الكلام والخبر يأتي بعد المبتدأ، واثنيناتهم أسماء مرفوعان. العراقي شجاع، جملة العراقي شجاع. أين المبتدأ في هذه الجملة؟ أحسنتم، العراقي، لأنه ابتدت بالجملة وعلامة رفعه الضم، ها هي العراقي. وأين الخبر؟ شجاع. أحسنتم، إذا العراقي مبتدأ وشجاع الخبر. العدل أساس الملك، أين المبتدأ؟ العدل. أحسنتم، لأنه ابتدت بالجملة. وأين الخبر؟ أساس. عفية. فلسطين بلد عربي، فلسطين مبتدأ لأنه اسم وابتدت بالجملة وعلامة الضمة. ماذا يأتي بعد المبتدأ؟ بلد. عفية، بلد خبر. المصايف جميلة في الشمال، المصايف. عفية، المصايف المبتدأ وجميلة هي الخبر. العراق بلد مزدهر، أين المبتدأ؟ العراق، تلاحظون أول كلمة بالجملة هي المبتدأ، لأن المبتدأ اسم يبتدأ به الجملة ويكون علامة الرفع، وما بعده مباشرة هو الخبر. العراقي وبلد هو الخبر. الخنساء شاعرة عربية، الخنساء مبتدأ وشاعرة خبر. المياه ثروة وطنية، المياه مبتدأ وثروة خبر. تمام، هنا نستخرجنا المبتدأ والخبر من الجملة. كل أي اسم ابتدأت به الجملة هذا مبتدأ، وما بعده مباشرة هو الخبر. تدريب رقم 6، أعرب ما يأتي. منطيني 3 جمل المطلوب مني أعربها. أنا عرفت شلون أعرب المبتدأ والخبر. إذا إجاني بالجملة مبتدأ أقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وإذا جاء الخبر في الجملة أعرب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام، أول جملة المطلوب مني العلم نافع، العلم نافع. أنا أقرأ أول كلمة، طلاب أول كلمة، أول كلمة بالجملة اسم، العلم اسم، وإذا ابتدأت الجملة باسم من دون نقاش أقول إنه هذا الاسم هو مبتدأ. كيف أعرب المبتدأ؟ إذن العلم كيف يعرب؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتم، ماذا يأتي بعد المبتدأ مباشرة؟ نافع هو اسم، ما هو موقعه من الجملة؟ خبر. عفية، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة الثانية، الله نور، الله نور، أيضا ابتدأت الجملة باسم، ما هو الاسم أو ما هو موقعه الإعرابي؟ مبتدأ، إذن الله مبتدأ مع لفظ الجلالة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ماذا يأتي بعد المبتدأ؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن نور هو خبر. هنا عرفت شلون أعرب الجملة بطريقة صحيحة وعرفت قسم الجملة. هذا يا قسم هنا عندي الجملة الاسمية. آخر جملة عندي، الوحدة قوة، كيف أعرب الوحدة؟ الوحدة اسم ابتدأت به الجملة، ما هو موقعه الإعرابي؟ مبتدأ. أحسنتم، علامة آخره الضمة، إذن هو مرفوع يعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وقوة، ماذا يأتي بعد المبتدأ؟ الخبر، وهي علامته ما هي؟ الضمة، يعرب مبتدأ خبر العفو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لهنا ننتهي المبتدأ والخبر صف 5. أتمنى تكونوا افتهمتوا الدرس ووصل لكم.
إذا ما افتهمنا نقطة نعيد الفيديو أكثر من مرة. أنا عندي دفتر، دفتر صغير، أي سؤال يعني التدريبات والشرح كله أنقله بالدفتر نفس الترتيب اللي أنا مسويته. نلتقي إن شاء الله بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.